هلا ناخذ الحاله اللي الانيشال كونديشنز مش زيرو، لغيت الفورس الخارجيه ما فيش عندي سبيد ات زيرو، بس في عندي ديسبيسمنت. فزي ما حكيت هاي بتمثل الحاله اللي مسكت هاي الماس وسحبتها. هلا هذا واحد بوزيتيف معناها انا ساحبها بهذا الاتجاه، سحبتها متر بهذا الاتجاه او يونت ديستانس وتركتها في طاقه مخزنه بالزنبرك، راح يصير في ريسبونس. مظبوط. والريسبونس هذا اذا كان طبعا هاي اذا اخذناها هاي اكس اوف تي وهذه تي، انا هون عاملها ديسبيسمنت بمقدار واحد. اذا كان السيستم اندر دامبد راح يكون الريسبونس، واذا كان اوفر دامبد. اوكي مظبوط ماشي واضح. الحاله هاي راح اعمله اوفر دامبد، راح نشوف هلا. طيب اذا انا هلا هون جاهز اني اخذ لابلاس ترانسفورم، بس ايش بدي انتبه؟ تمام. فصار عندي هلا هون راح اخذ انا اف اوف اس هلا ام اكس دبل دوت. اكس دبل دوت شو بتساوي؟ اذا انا عمالي باخذ اللابلاس ترانسفورم المشتقه الثانيه، مظبوط باخذ اس سكوير في الفانكشن، بس ايش بطرح؟ بطرح ماينس اس اف اوف زيرو ماينس. اذا هون لازم اخذ ام اس سكوير اكس اوف اس ماينس اس اكس سمول of 0 minus x of 0. مظبوط؟ مش هاي نفس هاي؟ بعدين عندي هون راح اخذ زائد هلا b نفس الشيء، لازم انتبه ب x dot. x dot ايش عندي؟ لازم اخذ s x of s minus x of 0، فبصير عندي هون s x of s minus x of 0. هي x of 0 هاي x of 0 عندنا هون. وايش طلع لنا كمان؟ اخر شيء ما فيش عندي هون هاي، فراح تكون هذه كي اكس اوف اس بتساوي. وهلا انا من الاصل قلت انه اف اوف تي بتساوي زيرو، فبامكاني اتخلص من هاي اذا بدكم. ممكن اجي هون احط محل هاي اف اوف اس هون احط زيرو واتخلص منها. هلا في عندنا كمان اشياء ثانيه بدنا نتخلص منها. ايش بدنا نتخلص من هون؟ اكس اوف اكس دوت. هاي اكس دوت كان اتخلص منها لاني انا حاكي ان الانيشال كونديشن زيرو. فصار عندي هلا بدي اطلع اكس اوف اس لحالها. اكس اوف اس بتطلع من هون ومن هون ومن هون، فبقدر احط هون اكس اوف اس. ايش بضل عندي جوا؟ ام اس سكوير، وبعدين عندي هون بي اس بكلاستر، وبعدين عندي كي. هلا اللي فيهم نيجاتيف بنقولهم للجهه الثانيه، بس اللي هي هاي بتصير عندي هون ام اس بلس بي اس ام عفوا ام اس بلس بي في اكس اوف زيرو مش هيك، وبعدين عندي هون زائد بي اكس اوف زيرو. اذا عوضت اكس اوف زيرو كمان بقدر اعوضها واحد، بتصير هذه عندي هون ام اس بلس بي. طيب شو استفدت منها؟ ايش بدي اعمل الان؟ انا ايش هدفي اطلع من كل الحل هذا؟ اطلع اكس اوف تي، بس انا عندي الان اكس اوف اس، فبقدر احط الان اكس اوف اس بهذا الشكل. فبقول اكس اوف اس بتساوي ام اس بلس بي على ام اكس اس سكوير بلس بي اس بلس كي. هاي طبعا بالفريكونسي دومين، اذا بدي احولها للتايم دومين ايش بقدر اعمل؟ بتعمل لابلاس ترانسفورم انفرس لابلاس ترانسفورم على المربع. رح اخذ هلا ارقام حقيقيه انا حتى اسهل الحل. اخذت ارقام بحيث انها تكون اوفر دام، فاخذت هون ام يساوي 1. ايش وحده ام؟ كيلوغرام. بي اخذتها 5 نيوتن متر بير سكند. راح اخذ كي تساوي 4 نيوتن بير. مضبوط الوحدات؟ إذا صار عندي 1 و5 و4 راح أعوضهم هون، فبصير عندي هلا إكس أوف إس بيساوي محل إم راح نحط 1 وبي راح أحط محلها 5، وتحت عندي كمان راح تكون إس سكوير زائد 5 إس زائد 4. هل بقدر أحلل المقام؟ 4 و1 فبصير عندي اس زائد 5 على اس زائد 1
اس زائد 4 مضبوطه هيك بصير عندي اس سكوير زائد اس زائد 4 اس 5 اس زائد 1. هدول ايش بيمثلوا؟ الاس بلس 1 والاس بلس 4. تمام. قديش قيمتهم؟ سالب 1 ماينس 1 ايش؟ ماينس 1 راديان بير سكند. اشكرك. اذا هون عندي اس 1 2 هم 1 راديان بير سكند و4 راديان بير سكند عفوا ماينس. اوكي؟ السيستم ستيبل. البول في الرايت هاند سايد. مين المور دوميننت؟ ماينس 1. ليش؟ اقرب للاوريجن. تمام. او اقرب للايماجينري اكسس. اذا هلا بقدر شو بقدر اعمل؟ بقدر اطلع اكس اوف تي، بقدر اعمل بارشل فراكشن اكسبانشن على هاي. فبصير عندي الان اكس اوف اس بيساوي، خلينا افترض انه اي على اس بلس 1 بلس بي على اس بلس 4 ويساوي اس بلس 1 في اس بلس 4. فبصير عندي اي اس بلس 4 A plus B S plus B. مضبوط. وإذا بساوي هلا هذا رح يساوي عندي S plus 5 مش هيك؟ إذا معاملات S لازم تكون متساوية لكل قيم S. مضبوط. فبصير عندي إيش معامل S هون؟ واحد. معامل S هون A plus B. معامل الكونستانت هون، معامل S to the zero هون 5. وإيش معامل الكونستانت هون؟ 4. تمام مظبوط. فبصير عندي هلا A مثلا بساوي، أو B بساوي A 1 minus A. بعوض هذا هون بعطيني 5 بتساوي 4 A plus 1 minus A. 4 ناقص 1 بصير عندي 3 A زائد 1 بتساوي 5. إذا 3 A بتساوي 5 ناقص 1 4. إذا A بتساوي 4 مع 3. قديش B بتطلع؟ B 1 ناقص 4 3 اللي هي ناقص 1 على 3. إذا X of S شو بتساوي؟ بتساوي A اللي هي 4 على 3. وإيش كان الـ S؟ S اللي هي S plus 1. وهاي معاملها 4 على 3 ناقص 1 على 3 S زائد 4. كل اللي عملنا هون بس عملنا partial fraction expansion. ايش هلا هدول راح يتحولوا لما بعمل inverse Laplace transform؟ هذا راح يصير exponential وهذا راح يصير exponential. مين معامله اقوى؟ هذا اقوى. شو قلنا؟ انه هو اصلا الديكي سلور ومعامله اكبر كمان. هلا هذا رح يصير عندي الان x of t بيساوي 4 على 3 e to the minus minus t ناقص 1 على 3 e to the minus 4 t. هدول عبارة عن 2 exponentials، واحد مطروح وواحد مجموع. بس هذا طبعا الديكي تبعه اسرع بكثير من الديكي تبعه هذا من هون. اعطاني التايم ريسبونس، معناها هذا السيستم واضح انه اوفر دامت. لما بمسك القطعه وبتركها رح ترجع وما رح تعمل اوفر شوت، رح توقف عند المكان لانه الدامبينج عالي. لو بدينا ننزل قيمه الدامبينج هون رح اوصل عند نقطه معينه كريتيكال. ايش يصير عندي؟ كريتيكال ريسبونس تو ريبيتد بولز. وبعدين اذا خففتها كمان رح يصير في عندنا اوفر شوت. اوكي؟